شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. ايه رايك بقى معلم زيزو في النظافة اللي انا عملتها ديت؟ قلنا الله ينور عليك يا برنس. بص بقى، انا ليا طلب عندك. كلم المعلم قنديل بحبح الارشانات عليا لحسن شدد عليا قوي. المعلم قنديل شدد على اخوك كمان وحاطط ايده على الكل. هنعمل ايه؟ صاحب راس المال جبان يا صاحبي، واللي يحط القرش بتاعه في مصلحة كأن قبره اتفتح، يا اما ربنا سترها معاه يا اما القبر بتاعه بلعه، وساعتها بقى ما تجص عليه الا الرحمة. نفسي اعرف بتجيب الزكاوة دي منين؟ بالايام. عندك اصلا على الشعب الله. عندك اصلا؟ عندك حبيبي ده شقيان وتعبان. عندك هنا الفرشة، لو حبيت تريح ساعتين ريح. خلاص ما تشغلش بالك. لا ازاي حبيبي؟ عندك انت تعبان اخويا. جدعنتك بقى يا شافعي ان ما احسش بيك نهائي، لا رغي ولا كلام ولا لكلكه ولا اي حوارات تفتحها معايا طول وانا شغال. اعمل لك كوبايه شاي قبل ما انام؟ لو احتجت انا هبقى اتصرف. ماشي. مش هتحس بيا خالص. نسمه يا الله. اخرب بيتك، انت لحقت تنام عشان تتأخر. يا ابني الايه يا مصحصح؟ ده انا دخت في مساله الجرد دي وما فهمتهاش، تخيل. يا ابني عشان تعرف ان الحاجات اللي مش عاجباك دي شربها بيقوم الدماغ دي. لا والله انت بتنايل والنبي اتنايل. يا ابني ده تخيل، يا ابني ده اكسبريشن سمعته من الكيفه. بقول لك ايه؟ لو الواد ده بتاع الحشيش ماشيين انا الاول. انا مش ناقص وجع دماغ. يا عم طنش تعيش. خرب بيت الحشيش اللي هيوديك في داهيه ده. ليه يا بس يا عبد الشريف؟ ليه يا بس يا بكرو؟ اتفضل، مفيش ذبايح. انت عارف يا صاحبي ان انا اخر سجارتين بتلف فيهم. سنفول يا باش محاسب. اهلا، ازيك؟ طيب ماشي بقى، انا هسيبكوا عشان تعرفوا تظبطوا دماغكوا كده ومعكننش عليكوا. ها سلام. على فين يا وليد؟ ما لسه بدري يا ابني، اقعد انفخك مساله تانية. ما معلش نكمل بعدين، اصل انا كده اتاخرت. مستعجل ليه يا عبد الوسطى؟ هو الكتاب ده ما فيهوش صور؟ بعدين اخوك كان ليه علام جامد قوي زمان. الله. اخويا مين؟ زيزو؟ لا، اخوك اللي هو ده، واعوذ بالله من قولة اخوك. بس اخوك زيزو ده واخد السبع دخان، لفيت عليه في كل الزيزوهات اللي اعرفها ما لقيتوش، كانه فص خل وداب. يبقى اكيد ملوش في البني ولا في الحاجات دي. طب انت تعرف البنت إلهاب؟ إلهاب مين دي كمان؟ يا عم البنت إلهاب البيضة التخينة دي. الله، الا مالكش لا في البني ولا في الابيض، امال ليك في ايه يا ابني؟ مع ان الاثنين هما نفس الاتجاه. طب انت تعرف عني كده؟ انا لا اعرف الهام ولا انغام. يلا سلام، مثلي على عادتك. يلا سلام يا وليد، ما تتاخرش بكره زي دلوقتي ان شاء الله. صحيقة، شوف دي بقى. ايه دي يا صاحبي؟ دي صفه ابليس. جرايا يا بكرو، ما انت كل مره بتقول نفس الكلمات دي وفي الاخر بتطلع دي شبه دي. يا عم اسمع اللي بقول لك عليه، كل اهل قريش كانوا بيشربوا بالضيق، هما راحوا جهنم بشويه للفضه سجاره. لا لا، خد انت تعامل، انا لسه ضارب لي بتاع خابورين طالعين من نافوخي. يلا بالدجاح ان شاء الله. احنا هنستنى كده من غير ما نعمل حاجه؟ ربنا يبعته يا بنتي، انا هين عليه انزل ادور عليه بنفسي. والله انت كده كتير يا مرت خالي على الفاضي. يعني هو مدام بيروح يذاكر كل ليله عند صاحبه، يبقى تقلقوا ليه؟ يا بنتي بقول لك اتاخر على الميعاد كل ليله، اجيبك منين بس يا عبد العزيز تشوف اخوه؟ صلي على الاشفع فيكي وقوم ينام، خمس دقائق وهنلاقي داخل. تعالوا معانا. اها بيخبط. اها ما تزعجيهوش، خليها كلكم بتوعي ينام. مين حضرتك؟ مساء الخير. سلام عليكم. دي شقه وليد عبد الرحيم فضل؟ ايوه. طب هو موثوق في الاسم والمخدرات؟ يا مسكت يعني ابني. الحق بقى قوموا له محامي احسن، ده كده ممسوك تلبس. يا لهوي. يا اخويا يا لهوي، انتوا بتقولوا يا جدعان؟ استهدي بالله بس، يمكن في حاجه غلط. حاجه غلط ايه؟ ده مقبل والواد في الاسم. اجيبك منين يا عبد العزيز؟ مين يجيبني يا ناس؟ مين يجيبني يا ناس؟ انا عارفه مكان عبد العزيز زين، هاخده في رجلي واجيبه. اجي معاك؟ لا لا خليك يا عبد العزيز هيتصرف.
مين؟ كله بتمت وخلاص، عايزة تخلي حركة ويلا. ايه يا اشكال؟ ايه اللي خليك تسيبي بنته تيجي لحد هنا؟ اخوك وليد راجل في البيت وقال انه متلبس مخدرات وهيرحلوه على النيابة. يا نهار اسود، لم كل حاجة يا شافعي وسطين لحد ما اجيلك. انت هتتأخر، احنا لحقنا. الفكر سارح والهجر جارح، ماليش في الدنيا دي. سميرة، اللي جابك هنا دلوقتي يا بت؟ عايزين فلوس، عايزين فلوس. ما انت بقالك اسبوع مغايب. وعرفت مكان هنا ازاي يا بت؟ انا مش جايلك انت اصلا، انا جاي لعم زيزو. زيزو مين يا بنت المجنونة وعمك مين؟ عرفت مكان ازاي وعايزة منه ايه؟ يابا انا كنت جاي ادور عليك هنا، هو شافني وانا بعيط، جالي معايا عند امي وخد الواد على المستشفى، دفع فلوس العلاج وادالي امي فلوس واداني فلوس، وانت ما نعرفش عنك حاجه. طب خلاص خلاص، كفايه يابا كفايه، روحي انت دلوقتي انا هتصرف. اتصرف ما انت تتصرف الصراحه. ايه انت بتعمل معايا كده ليه يا زيزو؟ تعمل معايا كده ليه يا جدع؟ يا دنيا تضربي ليه يا وليه؟ انا ضربت يا خالد الجامبو. استنى نشوف هترسي على ايه. ازيك يا مفتاح؟ اهلا يا زيزو، اخوك جوه في الحجز وعايزين نطلعه يا عمنا، ومحدش هيحلها غيرك. لا خلاص، المحضر اتكتب والمخدرات في كتابه. المخدرات دي ما تخصنيش يا عم مفتاح، تخصني انا. بتقول ايه يا عبد العزيز؟ اسكت انت خالص، اثبت في محضر كلامي ده على مفتاح. ايه يا زيزو؟ احنا مش فاضيين للعب العيال بتاعك ده. روح. لا بقى يا عم مفتاح، بقول لك المخدرات تخصني يعني وانا لك اعمل محضر. الله، انت جاي تبلطج عليا ولا ايه؟ والله هحطك في الحجز لما يبان لك صح. ما نعمل لك ايه طيب؟ ايه الخناقه دي يا مفتاح؟ مؤاخذه يا باشا، الواد ده جاي يرمي بلاء عليا وبيقول يعني. ايوه يا زيزو يا باشا، عارفك عارفك كويس. مش انت اللي ورشه ابوك اتسرقت ومش عايز تعمل محضر لغايه دلوقتي ومشيت بجنازته بطول الشارع؟ ايوه يا باشا حصل. سيادتك انا جاي اعترف بحيازه المخدرات يعني اللي اتمسكت مع اخويا. انا عايز اعرف انت كنت عامل كارت الارهاب ده لمين؟ كارت ارهاب ايه بس يا باشا؟ انا اخويا ممسوك عندكم وليد. ماشيك انت وجيش الصعايده ورا جنازه ابوك في شارع عبد العزيز. ما تخليني في الواد المحبوس ده يا بيه. سيادتك انا جاي اعترف يعني المخدرات دي بتاعتي انا وتخصني. اصل انا يا فندم كنت بخبي الحشيش في الكتاب بتاعه على اساس يعني امي ما تاخدش بالها وتمسك المخدرات يعني، وهو نزل يذاكر مع واحد صاحبه حصل اللي حصل. بالظبط الكلام اللي بيقوله ده. اسكت انت بقى، روحني. لا تعالى يا باشا، ضربني يا باشا وانا ماشي في حالي والله العظيم. هو اللي ضربك برضه يا شبرو؟ امال مين اللي شلفط وشه كده؟ الواحد اللي اتضرب ده بعد ساعتك. ثبتني بالبطوه يا باشا وانا ماشي في حالي بجري على قوت عيالي، وفي لحظه صمت طلع عليا وفتح المطوه وعايز ياخد اللي معايا وانا معيش يا باشا. ايوه والدم اللي في دماغك ده نزف من بناخيرك. خلاص خلاص انت وهو. بقول لكم ايه؟ امشي من هنا عشان انا مش فاضلكم، ها؟ اللي هدخلكم الحجز واعمل لكم محضر واعرضكم على النيابه. انا اسف يا باشا، انا مش هتنازل عن حقي، دخلنا الحجز اتعرضنا على النيابه حق يا باشا. قوت قوت عيالي. خلاص خلاص يا شباب خلاص. بقول لك ايه؟ تعرف زيزو؟ زيزو؟ زيزو مين فيهم يا باشا؟ هكون مين فيهم؟ ده هتمثل فيلم، ده هكون انا يعني. اسف يا باشا اسف. سعادتك بعد اذنك انا عايز اخش الحجز اضرب واحد ناس جوه. حاضر، هدخلك الحجز. افتحها يا فندم يا باشا. تفتشهم الاول وتعمل لهم محضر وترميهم في الحجز لغايه ما افضلهم. حاضر يا باشا. تعالى زيزو انا عايزك المكتب. خليك انت. تعالى فتشوا هو الاول يا عم. استنى فتشك انت الاول. ما فيش حاجه. تعالى يالا. ما تتبلش ولا ايه يالا؟ لا. تقف يد عيد يالا بمعدلك يالا. ماشي. تعالى. اسمك ايه انت وهو؟ عارفك انت شبر. اسمك ايه؟ بكر. ايه؟ بكر. بكر الشهيد بكر. كتكونيله في شكلكم. افهمنا يا زيزو. اخوك متبلغ عنه انه بحيازته مخدرات، ولما المخبرين مسكوه لقوا فعلا في الكتاب بتاعه مخدرات. مخدرات يا بيه بس؟ ده الولد ما بيحطش السيجاره في بقه. ما هو حل اللغز ده عندك انت يا زيزو. لو قلت لي مين اللي سرق الورشه بتاعت ابوك هنقدر نعرف مين اللي دس المخدرات لاخوك وبلغ عنه. وانا يا باشا اعرف منين مين اللي سرق الورشه بس؟ بقول لك ايه؟ ما تعملش حادق عليا، انا متاكد انك عارف مين اللي سرق الورشه. انا بخبرتي بقولك ان اللي سرقوا الورشه لسه حاطينك في دماغهم وبيلو دراعك بموضوع اخوك. يلو دراع انا؟
ده انا الضحية يا باشا مش الجاني. بقول لك يا زيزو ما تضيعش وقتي معاك. نبقى يا باشا بلاش نتكلم في الموضوع ده، خلينا في الواد المحبوس جوه ده. خد اقوالي زي ما قلت لحضرتك واحبسني مكانه، الولد عنده كلية بكرة يا باشا. ما ينفعش اللي انت بتقوله دوت، ما ينفعش اعمل كده. مش هينقذ اخوك غير انك تقول الحقيقة. اسمع كلامي، اعمل محضر بسرقة الورشة بتاعت ابوك، واكتب الاسامي اللي انت شاكك فيها، وسيب الموضوع عليا انا. وديني وما اعبد ما هسيبك يا بكر. عايز تدعم مستقبلي انا؟ خلاص يا عم وليد اهدى بقى. اهدى ايه؟ عايز تدعم مستقبلي؟ ده حاطط لك حشيش في الكتاب صح ولا غلط يا جدع؟ اهدى قلت لك اقعد بقى ارتاح. اوعى يا جدع، خلاص بقى بالعرق السعيد اللي نفر منك ده زي ما زرعناك فيها. اطلعك بده؟ اطلعك منها؟ هتطلعني منها ازاي يا ناصح؟ ما خلاص المحضر اتكتب وكل حاجه خلصت خلاص يا جدع. روق اتعامل ياض بعد اذنك يا عبد حبوكشة. اذنك معايا. اقف يا ابن الطوايا، اقف يا اقف يا اقف عدل. اسمع الصمت كله حازي كله يقلع. ياض يا خبيب مش انت ياض هما. اقلع يا اقلع يا ابن الطوايا، اقلع يا اقلع يا واد استاذ وليد اقلع 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 انا بس يا جدع اقلع ما تقلقش. تلبس التيشيرت ده ايه؟ لا هذا البنطلون ده يا عم مش هينفع البنطلون يا جدع. ما انت هتاخد بنطلون الاستاذ ما تخافش يا عم. مش لابس حاجه تحتيه يا جدع. قلت لك اقلع يا عم. وانا هلبس البنطلون بتاع ومش لابس حاجه تحتيه. ما تخافش انا كاشف عليه. اقلع اقلع. حازي يا اديله الشبشب. شبشب ايه؟ اديله الشبشب ياض. شبشب ايه يا عم ده بتاع يا جدع؟ بقول لك اديله الشبشب. امسك ياض اديله الشبشب ياض. طب هتغيب عليا وتنسى العيش والملح والصحبيه والحجز اللي ببد ده؟ طب عشان خاطر اديله الشبشب. طب اديله فرده واحده يا جدع عشان خاطر اديله الشبشب. اها ايه لا يا عم انا مش فاهم اي حاجه على فكره. اسمع ده هات ورده ده. اسمع يا عم وليد يا اخو زيزو اللي مغرقني بجماله، انت هتقول ان انت نازل الصبح بتجري وبتسخن عشان تخش سباق اختراع الصحيه اللي في المدرسه. مدرسه ايه يا عم؟ انا في كليه يا عم. ما فرقتش، انت جاي تعلمني هنا وتصحح لي اللغه. ما خلاص على كده، وانت بتسخن وبتجري على الاخر كده هجموا عليك المخبرين، خدوك على الاسم لفقوا لك الكتاب. يا سلام، واسمي بقى اللي مكتوب على الكتاب. تمام، امان الامان يا عم، كله في الجراج حبيب قلبي اهو كده. انت كده انقذت مستقبلي. تمام كده حبيبي حبيبي، ما تعملش كده. اسمع بقى، اسمك على الكتاب اهو، بس ان شاء الله ما يكونش مكتوب على الصفحات اللي في الكتاب عشان ما نغرقش في قلب الكتاب. لا ما تقلقش. اسمع يا ده اسمك وليدي اه، انا عشان اخرجك من المشوار ده دم ساح وده دم احمر من ارض الخروب، بس وحياه زيزو زيزو اللي خارج. شبره خارج. شبره خارج. اللي يبربش. اللي يبربش. اللي يغمر. اللي يغمر. اللي يفكر انه يبربش او يغمر. اللي يفكر انه يبربش او يغمر. يا فهمتوا؟ اه نسكت سرقة حبل غسيل، انصحني بيها يا شبره. تعالى بابا. انت ما تعرفش ان السرقة حرام؟ حرام يا؟ حرامي؟ حبل غسيل يا ريس. تمام. ارجع توب ياض. حاضر. ارجع اقف توب ياض. وشك توبوا كلكم ياض. خد يا تعالى اطلع اركب العجله دي هات لي بلح من الدخله. حاضر. اركب العجله دي ياض. جبتها لا شغل الجزير. شغل الجزير ياض. شغال والله. شغل. خد ياض وانت اطلع لي السلم ده. حاضر. يلا اشتغل. يلا كده. يلا. يلا. مرضي يا عم؟ مرضي ياض. تمام. ها يا زيزو. انت لسه مصمم عمل لك المحضر برضه؟ وتشيل الليلة على اخوك؟ بس اعمل حسابك انت اخوك هتتعرضوا على النيابة وممكن يكون فيها اربعة استمرار. هنعمل اي حاجة عشان اخوي يخرج منها. صوت فتيحة خد الموزة ما تفوق يالا بدل ما فوقك يالا. يا جدع بس الايدك انت اول مرة تمسك حرامية. خلصت خلاص. ايه يا اخويا اللي خلصت خلاص؟ يعني الخناقة اللي بيني وبين صاحبي اكتشفت ان قلبه زي البافتة البيضة. زي البافتة البيضة؟ يعني ايه يعني؟ يعني زي ما اتقسمت زي ما اتفضلت، واحدة من واحد وانت بتفهم. افهم من كده ان انتوا اصطلحتوا يعني؟ اتصالحنا تمام التمام وما يهونش علينا زعلك. خلاص يا اخويا خد امضي منك روح ويلا هويلا. يلا بقى يا عم. امضي. عد بقى الجمايل دي يابا. جمايل ايه يا عيلة الرجال انت؟ يعني عشان
عشان ما يبقاش في كتابه محضر وترحيلات وعرض على النيابه وحاجات كده يعني. مش عايزين منكم كمان معفنه، يلا هبونا بقى. وانت اسمع يا جدع، استنى اخوه بره يا جدع، تعالى بس اقعد في الهواء. مش فاهم يا جدع. خلاص الواد فيه ما يعمل ايه، وكله هيبقى تمام، كلها ساعتين وهيبقى اوكي خلاص. ومخدرات يا شعب. يا عم انت هترغي وتطير لنا الدماغ اللي عملناه في الحجز ولا ايه؟ اسمع بقى انت، وهو انا عادل باشا بيترجاني عشان يفتح محضر لسرقه ورشه ابويا. عادل باشا؟ عادل باشا اخويا، تعمل لي فيها غيبوبه هتقل معايا في اخويا، هقل معاك في حياتكم. جرى ايه يا عم القبضايه؟ قلت لك خلاص الواد هيرجع كليته وهيبقى تمام التمام. اديني قدمت لك السبت، قدم انت الاسبوع كله، قدم بقى يلا. كلمني هنا في ايه يا حبيبتي؟ ما احنا خلصنا كل الكلام جوه، متهيألي فهمتني كويس واطمنتي، بعرف اني مش هاخدر بيكي. لا بقى بصراحه يا صالح، انا مش هطمن غير لما تكتب كتابك عليا زي ما وعدتني قبل ما تسافر. يخرب بيتك على الصبح يا بنتي، ما انا قلت لك اول بس ما اسافر واستقر والدنيا تمشي معايا شويه هبعت لابويا توكيل اتجوزك وابعتك ليا. بعدين ما انا عرفتك انا مش هرجع هنا تاني غير لما ابويا يموت عشان اورث ثاني واخلص. طب وانت هتسافر امتى يا صالح؟ ولا اعرف يا بنتي، انا اديت الراجل الجواز والفلوس ومستني يديني التاشيره، بس قولي اسبوع 10 ايام وبره مصر. الصحه لا بنت لا جبت الجو ونتجوز تعيشي معايا يا عمي. يا نهار اسود، يا لهوي انا اطلعك هنا يا ودان. يا لهوي اهدي افهمك ايه انت تخرس خالص، انت ليك عين تتكلم بنت ناجح؟ يا لهوي تدخلوني يا بنت، بطلي فضايح، ده كان جاي والله جايب لي شويه حاجات كنت طالبها منه. يا حاج لطفي يا لهوي اهدي بس، والنبي اهدي والنبي اهدي عشان خاطري. انت تخش جوه بدل ما اقطع وشك. يا لهوي تدخليني يا بنت. يا صبري والله يا ابوك. يا صبري يا بنت انت بتهرب يا ناجي، والله انزل لابوك واقول له. الحمد لله على سلامتك يا بنوي، وحشتني قوي. هعملوا فيك يا حبيبي؟ بهبلوك؟ قول له احكي لي عملوا فيك ايه؟ ما خلاص بقى يا اما، ما الراجل قدامك زي الفل اهو. ايه يا حاجه دعاء الكرواني اللي احنا فيه دوت؟ ما يصحش كده، الحمد لله ان وليد رجع بالسلامه يا حاجه. وبعدين بقى خليه كده يقوم يستحمى وياخد دش حلو وينسى اللي شافه ويتعشى عشوه حلوه ترم عظمه. ايوه يا ابني ايوه. طيب شاكرين يا رجاله. ايه ده ايه ده؟ ايه ده بقى؟ مش دي ريحة فراخ محمرة ورز مفلفل؟ الله يبارك لك، شوية بتنجان مقلي كمان. دقيقة وحضر الوقت. راح فين بس؟ تعالي اقعدي هنا، نازلين على طول احنا. ما يصحش كده يا زيزو، طب عشان خاطر الرجال. اهي الحاجة حلفت، ما يصحش بقى تنزل الحلفان يا زيزو، انت بخيل ولا ايه؟ عشان خاطر باب اللي ساح ده، ده كل مع بعض. طب انا هقوم انا بقى رايح شوية. لا يا ابني لا، انت تاخد دش وتتعشى مع الرجال ده، انت وشك بقى زي اللقمة يا. لا لا ماليش نفس، انا جعان نوم. ما تنسوني بقى وتسيبونا انساكم بعد اللي عملته فيا وخليت لوستة بتاعي يفتح عليها بطوته وينسى العيش والبلح والصحوبيه. يعني هتعمل ايه يا بكرو؟ هترش زيت وسخ نتزعلع فيه يعني؟ صبره. ايه يا بكرو؟ ولا ايه ده انت وهو؟ اعمل ايه بس عشان تحلو عن قفايا وتسيبونا ناكل عيش؟ اقول لك يا زيزو، اللي عملته معانا ده ما يطلعش من الجمجمه ولا بالطبل البلدي. شوف المصيبه اللي جات لي من ورا ابنك، هو فين؟ اوعوا تخبوه، لسه نازل قدامي دلوقتي. مش عارفك انه هو هيدخل بيتكم يعمل ايه؟ انا ماسكاه بايدي وهرب مني من الشقه، بيستغفلوني دارين على حل شعرهم. حاسبي بس من غير غلط. غلط؟ هو اخوكي خلى فيها غلط؟ انا سامعاه معاها في اوضتها، وعلى ما خرجت من اوضتي كان طلع بره الشقه. انت فين يا قليل ادب؟ يا اللي اسمك صالح، لو راجل تطلع لي. وطي صوتك وانا هجيب لك حقك. اذا ما اتصرفتش انا هبلغ عنه واحمي اختي، لو ايه كمان هوديها عند الدكتوره اطمن عليها لحسن يكون بينهم. حاسبي على كلامك وشوف انت بتقولي ايه. يعني مش عايزين تقولوا هو فين؟ طب اهدي بس. ايه ده ايه ده الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ اهو شفتي كان نايم ولسه خارج من اوضته، حرام اللي افترى. هو ايه اللي كان نايم؟ هو في مين دي اصلا؟ انت تصعبت على مين يا واد انت يا ولا؟ لو ما حدش عارف يلمك انا بقى هعرف اتصرف معاك كويس قوي. فيها يا ست انت كمان مالك؟ بتقول انك كنت عند هاله في اوضتها. قالت مين يا بنتي؟ دول ما لهمش غير في رامي البلا. يلا بت انت امشي من هنا. يلا انت راجل؟ لا عامل لي راجل قوي يا اخويا. ودي بتعمل ايه على سرير اختي يا حاج؟ Thank you.
محفظتك دي يا صالح؟ محفظتي بقى ما شبهها ما معرفش. اه هي محفظتي. المشكله يعني مش انا عبد العزيز كله عارف البت دي مش مظبوط. الكلام ما منوش فايده دلوقتي يا حاج. انا الصبح هودي البت للدكتور، ولو كان فيها اي حاجه انا هبلغ عنه وهجيبكم شهود من غير سلام. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بص بقى يا اخويا، انت وهو التسجيل بتاعكم تحت ايدي، وانت عارف وهو عارف، ولو كنت عايز اعمل بيه حاجه كنت عملت بيه محضر عند عادل بيه. بس انا بقى انا اقول لك ما عملتش كده ليه يا قبضايه؟ قول يا ترماي. انت لو تنتقم من قنديل والشرشابي، وبلاش تنكر يا عمنا لان دي مساله واضحه زي الشمس. انت سايب ورشه ابوك مقفوله ورايح تتدحلب في زواريق قنديل، قريبتك جايبك من المخزن هناك. قول ان انا هرشك وانا صدقك. طبعا هيأنكر يا اسطى. يعني ايه هيأنكر؟ ومش عرفني بقى انت اللي قايلها. انا ما عارفهاش كيف عبد العزيز يدخل السبب الدور علينا كده. عبد العزيز عارف كويس بيعمل ايه. عارف ايه وما عارفش ايه؟ هما دول اللي حطوا لولدك الحشيش في الكتاب وكانوا هيودوه ورا الشمس. مستني ايه عاد عشان يكسر راسهم؟ ما دام جابهم لحد هنا يبقى ناوي يكسر سمهم عشان يعرف يشتغل في شارع عبد العزيز. اللي عارفه ان اللي يرشني بالميه هرشه بالدم، لسان في خاف ما يختشيش. الكلام ده عندكم في البلد هناك، انما هنا الناس بياخدوا بعضهم على عيبهم. واللي ما تحتاجيش وشه النهارده بكره تحتاج القفايا. اشجار عبد العزيز عايز الوكل. يما حاضر يا عبد العزيز. شهيك مطرح ما يسري يهري، ان شاء الله يدفعوه قبل طلوع النهار يا رب. يا بنت ده مش طايقاهم كده، شهيلي بقى عشان يدفعوا يمشوا. يلا خلاص خلصتهم. بقول لكم ايه بقى، ما نجيب من الاخر ونشتغل مع بعض، هتبقى المصلحه واحده حبايب واصحاب. يا حبيبنا ما احنا جايينك عشان كده. عشان المصلحه جاهزه ومستنيه قلبك الجامد. مصالحك كلها شمال يا شبرو. انا بصراحه ربنا كده مش عايز اضيع مستقبلي ومستقبل الناس اللي في رقبتي. مع انك رايح شمال الشمال مع سبق الاصرار والترصد، دخولك في زواريق قنديل شمال الشمال وفي السليم المعوج يا اسطى. انا مش هخرب عليك واعتبرني فيها، لو ليا فيها مصلحه انا هساعدك. ما تستغربش يا زيزو، زمان انا كنت ضد ابوك وسرقت ورشته لان كان ليا فيها مصلحه. النهارده لو مصلحت معاك ضد قنديل انا همشي فيها. انا كده شبره خدام الجنيه، فتن مات قلبه وعاش عبدا لنزواته. انا كمان عبدا لنزواته. وابنك سعيد يا اسطى. قصدي يعني ان المصلحه دي هتكفيك وتكفي بيتك. اللي خلاك تعمل كده مع ابن عزيزه؟ مع انك عارف اللي كرهك فيا وبتتمنى لهم الموت. مش عارف يا اسطى، والله ما عارف. الواد ابنك ده زي القمر، حتى وهو مسخسخ ومتدهول وعيان. خساره فيك. لما شلته كده صعب عليا، رحت واخده على المستشفى على طول. الا من حقه هو عامل ايه؟ بقالي كتير ما شفتوش يا عزيزه. نفسي اشوفه وابوسه واخده في حضني واطبطب عليه. زيزو اللي عملته مع ابني ده على قد ما كبرك في نظري، على قد ما ضايقني منك يا جدع. والله وتتضايق مني ليه يا اخي؟ لان اللي عملته مع ابني ده خلاني عرفت ان الراجل مش هو بس اللي يتجوز عشان يخلف، لا الراجل هو اللي يعمل اللي انا مش قادر اعمله. أنا عايز فلوس يا جدع ونفسي أشوفهم. لا إله إلا الله. لما حبساجي خير يا صحيح وبتعرف تعيط أهو زي البني آدمين. خد يا اسطى. خد يا اسطى. إيه دول يا زيزو؟ مش عشان الواد سعيد، وأنا إن شاء الله أزوره وأجيب له حاجة حلوة كمان. خلي فلوسك معاك يا جدع. يا جدع خد، بقول لك مش عشانك. الله يا جدع أنت بتعملني كده ليه يا جدع؟ حرام عليك بقى. انت بتعمل لي كده ليه يا زيزو؟ انت عايز تكسر عيني وتجيب مراخير الارض. صلى على النبي يا اسطى. خد الفلوس يا اسطى، خد بس واعتبرني عربون يا اخي، عربون الشغل اللي بيننا.
وامر الله هفتح ورشه ابويا وهتوقفوا فيها. طب انا ينفع اطلب طلب بمناسبه الحديه دي؟ قول يا عم بكر. خلي الشريف معاك بس اديني التسجيل ابو بابين. كل انا لا يمكن اصدق ان ممكن لبنى تسرق الكيميكالز من المعمل. يا جماعه احنا لازم نقف مع زميلتنا في المشكله اللي هي فيها دي. لازم نطلب من اداره الجامعه ان يسمعوا شهادتنا في حقها. لبنى جت اهي. لبنى لبنى احنا كلنا متاكدين من البريئه. شدي حيلك شدي حيلك يا لبنى. تمام يا لبنى. انا متشكره قوي يا جماعه وان شاء الله براءتي تظهر باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي. وانا مش هسيب اللي عمل فيا كده. يلا احنا كلنا معاكي. كلنا معاكي. يلا يا حبيبتي. مش كنت سمعت كلام وجبنا معانا محامي يقول لنا هنعمل ايه ما نعملش ايه نيجي كده؟ يا بابا ان شاء الله مش هنحتاج محامي. المحامي موجود يا عم لطفي. زيزو انت ايه اللي جابك؟ لما انا ما كانش ينفع اتاخر يعني. على فكره عم لطفي انا والاستاذ كنا عند استاذ مروان جوه ماشي وقال لنا ان هو ممكن يلم الموضوع يعني في قلب الكليه وان شاء الله ربنا يرزق براءتها. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا عبد العزيز. ربنا يخليك يا عم لطفي. هو ده المحامي؟ اه الاستاذ فخري بقى ايه؟ خيري. الاستاذ خيري جابس لا وايه بقى؟ بيشتغل في شركه المايه ماسك الشؤون القانونيه وبيكتب شعر. شوف يا ست الستات انا بفضل الله ما عنديش مكتب اه لكن بعون الله اجيب لك براءه من اول جلسه. شفتي؟ اتفضلوا اتفضلوا. ربنا يستر. ده الاستاذ مروان مستني من بدري. اتفضل يا عم لطفي اتفضلوا 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 اتفضلوا. مساء الخير استاذ مروان. اتفضل يا عم لطفي. واقف بره ليه يا استاذ؟ تعالى بس. اهلا وسهلا اتفضلوا. اهلا بيك. انا والد لبنى. كنت بس عايز اعرف حضرتك ايه الاجراءات اللي بتتم في الحالات اللي زي دي يعني بعد اذنك. انا شرحت لابن حضرتك كل حاجه. ابني؟ ايوه. احنا هناخد اقوال الانسه في محضر وهيتم التحقيق مع كل الاطراف من اول فني المعمل اللي المواد دي في عهدته لحد شهادة زمايلها اللي كانوا معاها في سكشن المعمل. وانا اؤكد لحضرتك ان المتهمة اللي هي الانسة لبنى بريئة من كل التهم المنسوبة اليها. براءة الذئب من دم ابن يعقوب. عبد العزيز. واطلب من حضرتك دلوقتي تفتح الاحرياص. يا استاذ فخري. خير خير. الكلام ده سابق لواني يا استاذ لان المحضر هيتاجل لحد الانسة ما تقابل الاستاذ دكتور وكيل الكلية. طب انا هقابله امتى؟ دلوقتي حالا هو اخذ خبر بالموضوع وهيقابلك بعد ما يخلص اجتماعه مع اساتذه القسم. اتفضلوا ارتاحوا. نقعد نرتاح ايه؟ انا ورايا شغل كده هتعطلوني. استاذ فخري صل على النبي. عبد العزيز معلش معلش اهدى كده اهدى كده. لا اله الا الله لا اله الا الله. اقعد يا استاذ. هو احنا جايين نهديه؟ معلش يا عم لطفي بقى ارتاح معلش ريح. معلش يا استاذ مروان بس ممكن كوبايه ليمون عشان الاستاذ اعصابه يعني تقفش. مش كفاياكي وقفة الشباك دي؟ لا وبسم الله ما شاء الله جابونيز. ابوكي مش قالك بدل المرة ألف ما تقفيش في الشباك والا هيطين عشتك؟ يا دي النيل عليا وعلى اللي جابني بدري. خلوني عايزة بس في باب المعفن. اقعدي هنا وتلقحي واسمعيني عادل. شوف يا بت اما اقولك انت قطعتي قلبي حرام عليك. كفاية عليك يا بت كفاية البلوى السوداء اللي عملتيها في ابوكي وكان هيولع فيك. يا بت تلمي يا بت عيب يا بت كلام الناس كتر وجوزك في السجن. اهو ديكي قلتيها جوزك في السجن وانا تعبت وعايزه اطلق. نعم يا روح امك. ايه عادي ما فيهاش حاجه هتطلق للضرر ايه اللي فيها؟ لا ما فيهاش بس ابوكي طلب منك كذا مره انه يطلقك منه وانت اللي كنت بترفضي. ممكن افهم بقى ايه اللي اتغير؟ اهو انا بتغير كده وخلاص. وبعدين انا كنت ساعتها متخانقه مع ابويا ومعانده معاه اقول له ازاي؟ مش لازم اقول له لا وانقطه؟ ومش هو اللي ساجن جوزي؟ اقول له ازاي ياما؟ هتقولي له ولا اروح لمحامي يطلقني؟ خلاص على راحتك بس اقطع دراعي من الحته دي. اما كنت يا بنت شايفه لك شوفه وناوي على خراب بيتي. ليه ياما؟ كل ما اكلمك تقولي لي ناوية لي على هبابه. مش معقول هيهون عليكي يعني ياما لما شباب يروح حضر وانا مستنيه المخفي يطلع من السجن.
يعني انا ماليش نفس اجيب لي عيل ولا اتنين واقعد اربي فيهم؟ ياما حرام عليكي، ولا البيت ده اللي يموت فيه ويموت وكانه كلب خشب. كلب خشب؟ انت يا بنتي بتجيبي الكلام ده منين؟ من بقي. هتقولي له يطلقني ولا شوف لي اتنيل لي حته؟ لا يا اختي قولي له انت. هو انا استجرى اقول له ياكلني قلمين ولا يرمي عليا يمين طلاق؟ قولي له يا حبيبتي واستلقي وعدك منه لما كلامك ما يعجبوش. طب هقول له بالعند فيك، وان شاء الله حتى كلامي ما يعجبوش هتصرف. ما انا زهقت ياما وهقول جاي. انا هحرق يا دي، هحرق بضاعه في شارع عبد العزيز كله، وهحرق شارع عبد العزيز نفسه كمان. ايه ده بس يا عم؟ علام ما عملش حاجه تستاهل انك تزعل قوي كده. بقول لك العيال بتوعي شافوا العيال بتوعه طيارين بياخدوا الزباين يدخلوهم محل بالعافيه. طب ما انت اول واحد عم بتعدي في السوق. الله، هو انت معايا ولا معاه؟ انا معاك بس بحاول افهم منك. علام محرم بضاعتي تدخل محله زي ما اكون ببيع مخدرات. يا سيدي لو يقدر يقف قدامنا يورينا نفسه. ما هو واقف لنا يا اخويا ومتلحم كمان. بيقول انا ماليش في الخبص ولعب العيال اللي بتعمله انت وانديل. انا وانت بنعمل لعبه عيال انديل بصراحه. يبقى ما حدش مبوظ سمعتنا غيرك انت يا معفن. من النهارده بقى انت وعلام في جنب وانا لوحدي في جنب. ما تتكلمش وانت مولع كده. لا هتسمعني يا انديل، العيال الصغيرة دي لو قبت براسها لفوق مش هنعرف ننزل رؤوسهم تاني تحت. وبعدين انتوا طالعين بموضة، قال الله وقال الرسول والدائم والسبحة والكلمتين الناعمين، واحنا كلمتنا واحدة، احنا ما بنفصلش. فاهمني؟ حتى لو بضاعتنا أرخص من بضاعتهم برضو الكلمتين الحلوين دول لهم تم. طيب قول ها وبعدين؟ فين قلبك الحديد يا انديل؟ فين قلبك اللي كان بيسابق الشياطين؟ انت ناسي لما كنا بنجيب البضاعة المتهربة من بورسعيد ونغرق بها السوق ونرعب الدنيا كلها رعب؟ فين الكلام ده يا انديل؟ يا عم ما تلم لسانك بقى وتبرد عشان اعرف ارد عليك. خلاص 500 حتة اللي عندك في المخزن المطلوبين اللي هيصلحوا لك الواد زيزو، هم دول اللي مطمنينك وحاطين في بطنك بطيخة صيفي. الله، انت هتعيرني ولا يا شرشابي؟ ما احنا دفنينه سوا. لا يا اخويا انت دفنه لوحده. اهدهد قلناه. اللي هي ايه بقى؟ احنا بقى نمضي مع بعض. ننزل الواد زيزو خلص كل الغسالات دي. هننزلها بسعر في السوق مش ممكن حد ينافسه، ما احنا مهما نزلنا في السعر برضه كسبانين، نحرق شارع عبد العزيز كله. طب بقول لك ايه بقى؟ الواد اللي انت بتتكلم عليه ده انا مش لاقيه، عمل 5 حتت واختفى. انت مجنون ولا ايه؟ ايه اللي عليه الدول؟ ابعت هاته من حضن امه. فيها انديل انت الصعبط ولا ايه؟ الحقيقة لبنى يا بنتي اللي أنا عارفه كويس إنك طالبة متميزة هنا في دفعتك، لكن بقى اللي لازم تعرفيه إن الكلية هنا ليها سمعتها وقوانينها اللي بتحكمها. أيوة بس أنا ما خلفتش أي قانون. أيوة بس الحاجات اللي لقوها في شنطتك ديت للأسف قوانين الكلية بتعتبرها مخالفة كبيرة وبتعاقب عليها أشد العقاب، خصوصا لو كانت مواد مخدرة أو فيها مركبات بتساعد على تصنيع المواد المخدرة ديت. وأنا بأكد لحضرتك أن الحاجات اللي قوها في شنطتي دي مش بتاعتي، ولا اشتريتها ولا حتى خدتها من المعمل. عموما أنا هتخذ معاكي إجراء مبسط لتخفيف حدة الموقف وبالتالي امتصاص للغط اللي ممكن يصار حواليك. أنا متشكرة يا دكتور بس اسمح لي، يعني أنا مصممة يتعمل تحقيق شامل ويتم استجواب كل الطلبة اللي كانوا موجودين في السكشن لحد ما الحقيقة تبان. وانا يا بنتي بحترم ثقتك في براءتك، عشان كده احنا هنأجل التحقيق قدام الشؤون القانونية لحد ما المواد دي تروح المعمل تتحلل ونتعرف عليها. وتأكدي يا لبنى ان لو ليكي حق هتاخديه بالكامل، وان المتسبب في الجريمة دي هيعاقب اشد العقاب. انا متشكرة يا دكتور. ربنا يخلينا سعادتك. طيب يا جماعة تقدروا تتفضلوا. طب مؤاخذة عن ستك، ممكن نرجعها تحضر محاضراتها عادي في الكلية؟ طبعاً أوي لبنى طالبة ممتازة، وإحنا هنا في الكلية بنعتز باللي زيها. أيوة يا مروان، هنأجل التحقيق لغاية ما يوصل تقرير المعمل. بالظبط، زي ما إحنا بنعتز بيك يا لبنى يا بنتي، احنا برضو حريصين كل الحرص ان احنا نوصل للحقيقة الكاملة، سواء بقى كانت في صالحك او كانت للأسف ضدك.
متشكرة قوي يا دكتور. بالعفو يا دكتور. شكرا يا دكتور. مع السلامة. شكرا ستر. ربنا يخليك يا دكتور. سيبوني بره ليه؟ أنا إيه؟ سيبوني بره ليه؟ ليه؟ مش قد أنا آسفة جدا. لعلمك يا محترم أنا لن أتحمل أي عقد عقوبة، ده الجهات المختصة القضية بتاعتي. أنا أعترف. تسعي يا أستاذ فوزي. صلى على النبي يا أستاذ، صلى على النبي، صلى على النبي. يا عبد العزيز دي مسهلة. يا سيدي ده أنت دماغك متكلفة، أنت صاروع. أنا هجيب لك حقك. لبنى. على إذنك يا بابا أنا ايه اللي انا سمعته عني ده؟ انا كنت عند باباك من شويه. باباك اسم الدكتور طنباري. هو وعدني ان هو يظهر الحقيقه. والحقيقه بقى اللي هي ايه؟ ان انا بريئه. طيب يا لبنى، عموما لو احتاجتي حاجه تعالي ما تتكسفيش. ماشي؟ السكشن بتاع حضرتك كله هيتسال، وطبعا انت لو سالوك هتقول ان انا يعني لا يمكن اعمل حاجه زي كده، صح ولا لا؟ على اذنك. مين ده؟ المعيد هنا. ساقط يعني؟ بقول لك معيد بيدرس هنا. معيد على نفسه. الله انا مالك فيه ايه؟ ما احنا مش صغيرين برضه تلطعينا كده. اتفضلي. بابا ما تيجوا نشرب حاجه في الكافيتيريا. لا لا خليك انت لمحاضراتك، انا همشي انا يا عبد العزيز. شكرا يا عبد العزيز. يلا يا استاذ فوزي. يا عم يا عم لطفي فخري فخري. انا فاكر فاكر. تعالى يا استاذ. لا مؤاخذه يا استاذ، اتفضل اتفضل.